نادرة وهامة جدا، ومرجعية ذهبية لكل أنواع المفاوضات في العالم مش بس الفلسطينية. ألفها المحنك صائب ابن بطوطة. على أي حال كمان في غير هاي المخطوطة في الفلاشة اللي كانت مع صائب عليها كل المواد، بس بده برينتر عشان يطلع المواد عنها. احنا في عنا كثير أنواع من المفاوضات، وعشان نسهل الموضوع للمواطن الفلسطيني اللي زي حالاتي استأجرنا شابين أمامير مزز عشان يوضحوا لنا شو هي أنواع المفاوضات. اتفضلوا شباب. ايوه يا زلمة وسع غادي انت وياه. ايوه انا موسعين. فلسفة وارتجالات ونص كل واحد من عنده يحكي اللي بده اياه بلاش، زي ما تدربنا بتحكوا. انت الفلسطيني لك 18 سنة رايح جاي زي ذلم غرب العرار امي. انا ولا يعني حافظ نصك. انا ماشي مع المشيين ورايح مع الرايحين 100%. انت بدك تمثل الطاقم الاسرائيلي. انا فك علنج، هذا اخر واحد تبع الاستكشافية. اسهل اشي نبدا فيه يا جماعة الخير المفاوضات المباشرة. تفضلوا شباب. سمعت كلك، انا مش سائل عنك اتفاوض معك. انا ليلى بلير كان لي اجت رجاني روح اتفاوض معاه بس عشان قدام الاعلام. والله والله ماني سائل عنك. والله بلير كذاب من كذاب. انا علي انه جاي عندك ومعيت لك على المكتب وطالب منك انك تعمل جلسه او جلستين عشان نبين امام الراي العام انه احنا مكملين بالمفاوضات. بلير كذاب من كذاب منيح، لانه قال لي انك انت كلي له بوس كنتبته عشان يرجع المفاوضات. والله بلير حكى لي انك انت معيط له على المكتب متصل فيه شخصيا وحكي له انه نتنياهو وضعه ملحلح بالحكومة واحسن لكم ترجع على المفاوضات. طيب انا بديش اقول لك بلير شو قال عنك شغلات خاصة انت ومرتك بصراحة. اذا هيك يا عشان اكويك. شباب انبسطت. انا ومرتي شو حكى؟ حكى شغلات هيك. احكي شو حكى. خلص ما فيش تصريح. قال خلص بحكي اقسم بالله بحكي. بنى عنك التصريح. لا بحكي بحكي. قال انك يعني صحتك مش كثير. كذاب. خلص اسحي انت وياه. طيب اسحي انت وياه بلا فضايح. برد لي اياها. احنا عارفين الفالح مش من الفالح. اعطيني مفاوضات غير مباشرة. غير مباشرة. غير مباشرة. وانت محلك بس لف هيك لف لف. ايوه وانت محلك. انا الرباعية. روحي قولي له بدنا نطح الحدود النهائية والأغوار. ولعت معي بدنا نشي على النهائي بتشغل نهائي اليوم. بيقول لك بده ينط على الحدود النهائية والأغوار. احكي له ما فيش نط اليوم وطالع قبل ما نحدد المناطق خاصة المنطقة A B C Q Y and Z. بيقول لك مش ناطت قبل ما تخلص له الأحرف الأبجدية. طب بشرف أختي ما نفاوض إلا إذا وقفوا الاستيطان. منيح هاي الشباب معنا الشعب معي كله. هلا بدنا نطلع مسيرة ونطلع القدس رايحين. بتروح وانا برجع. حلف بشرف اخته ما يفاوض الا تتوقفوا الاستيطان. وشرف بنات السبعة ما نفاوض الا بدون شروط. انت بناتك السبعة ما انت بتاخذ ادوية يا سوي حالك زلمة. بيقول لك تشرطش. وحلف بنتالي وزهافة ما يوفي الا ما توقف شروطك. اسمعين يا عمي هدول عجزوا الانبياء. احنا نقدر لهم. اعوذ بالله يا زلمة. بدك تقول لي عنهم؟ لا اله الا الله. معك 20 شيكل. ها 20 شيكل منين لي؟ دبري. وانت في كل مرة الا تقشطني. بدبر لك منه بس بشرط على النص. اذا على النص جيبي 40 اليك 20 ولا 20. نعر نعر هالفلسطيني نعر نعر. قال لك احنا عجزنا الانبياء الكتب ونكتب عنا في الكتب السماوية. بدك تيجي انت يا عري تقدر عليهم. منيح اللي شفت بعينيك وسمعت بدنيكي. اتنزلنا عن كل شيء ما خليناش شيء غير اتنزلنا عنه. والله يا حرام. مش عارفين يتنزلوا ولا عن اي شبر. والله يا حرام. لا نزلتوا عن شو تنزلتوا يا اخوي؟ شو تنزلتوا يا صدر تتركني ولا؟ اسمع اسمع عشان لا تحسب حالك مفاوض عن جد ممثل. أيوة صايب أحسن مني. دفعت لك 700 دولار مثل. شو اللي بعدوه؟ أعطوني مفاوضات سرية خلي الناس تعرف إيش بيصير تحت الطاولة. اطفت في الضوء اطفت الضوء. روحوا 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 روحوا. سرية سرية هذه سرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت؟ لا مش هذا سري مش لازم احكي. ما وصلتش يعني؟
لا والله ما وصلت. طب أعطينا أي إشارة أي كلمة أي حركة عشان أعرف إنك وصلت أو ما وصلتش. كشكش. خلاص وصلت. مين معي؟ أنت مش عارفني؟ لا احذر. أنا مين؟ أبو هاني تاع خربة البليط؟ بلاش نفضح هلا عن جد في أبو هاني تفضحونا. راح عليك الخيار الأول. احذر. أنا مين؟ مين معي؟ مش عارفني؟ والله ماني عارفك. شوف أنا مش عارف أن الله حاطني تعرفك. خلاص باسم الصليب العظيم. ليش باسم الصليب يا أخوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تكتكلمها طائفية؟ خلاص خلاص انتوية. شوفي أنا شوفي. نازل على قلندية زي بدك باخدك معي. خدني بكمل بفرد أبو الشكلين. هادي بديش إياها أنا. ولا أنا ما عجبتنيش. ما عجبتني فيها أبدا. الجزيرة كشفت المستور وما ضلش إشي. أعطوني علني علني. علني؟ علني. بموت عليه العلني هذا. العلني. ها؟ لا يس الدكتور. يا ساتر يا ساتر. شو هذا؟ ايش هذا؟ شو اللي بعده؟ ايش بالنسبة للمناطق؟ مش ضايل غير ايه؟ واصلوا. شو بالنسبة للمياه؟ مش ضايل. هات لك كمان. هذا النوع بموت عليه انا. بس احنا لولا في مهرجان ولا بشلح ولا بتفرق عندي. لا يا اخوي انا مكيف. هذا النوع صبابة. انا لسه لابس 4 بوكسرات احتياط احتياط لابسهم. وفي اخر واحد مخليه للحدود النهائية جيسترينج. منيح؟ خليهن جايك سنين شلق خير. الله خليهن احتياط. اعطوني مفاوضات حلزونية. حلزونية صح. حلزونية على مهل مالكو 20 سنة. اوف اوف شو مستعجلين. اوف باي ما بعد الكرسي. عمهلك ول شو مستعجل. باي ما بعد المشوار. شو بالنسبة للمسخمة جروسلم؟ علينا شو بصلتك محروقة اتروى محلاك نفسي امزعك شلو. شو بالنسبة للأسرة؟ علينا شو مستعجل بدك كل الدنيا بيوم. الخرج ملان. شو بالنسبة للاجئين؟ مش لكين غير باب مالتي لوك ما ملان مفاتيح. شو علينا اتروى اتروى. شو بالنسبة للأغوار؟ لما نخلص من الجولان والكوي علينا حشيشة كلبنا انفرد. فرتوني انت وياه. يخرب بيت كل جوز فرتوها لحشيشة كلبنا. اعطوني مفاوضات اكشن ماراثونية. ماراثونية شوية اكشن. جلطونا 20 سنة بتمطوا فينا. انت جلطيني. جلطيني. حكيتي لي 4 مشاهد ب $700. عملت لك 5 مشاهد. حل عليك. ماشي يا هلسات. انا بربيكم. الله يرضى عليك. الله يرضى. انا عاطل عن العمل هلا. في حواليك شغل تشغلني؟ في. بنروح نحكي مع ياسر عبد ربه بلكي بشغلنا في التلفزيون الاسرائيلي. تعال. مش قناه 10 بشغلنا ابو بشار. هادي يحمون على كل اسرائيل. يلا. لسه مليانه انواع مفاوضات. لسه في مفاوضات استكشافيه ومفاوضات عبثيه وجديه ومزحيه وعن قرب وعن بعد وبرعايه عربيه وامريكيه واوروبيه ورقص